بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. يسرني أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات أن أقدم لكم درسا من دروس التزكية والشطر الثالث والرابع من سورة الحجرات من الآية 9 إلى الآية 13. في ظل هذه الظروف التي نعيشها التي يعيشها بلادنا في هذه الفترة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، وأن ينشر إن شاء الله الشفاء والعافية في جميع أنحاء العالم. انطلاقا من مسؤوليتنا التربوية وحرصا على مصلحتكم، على مصلحة المتعلمين، ارتئينا أن نقدم لكم هذا الدرس بما أوتينا من الوسائل، ونتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم. قبل أن نشرع في هذا الشرح القرآني، لا بد من التذكير بسورة الحجرات. سبب التسمية، سبب النزول، والموضوع الرئيسي أو المواضيع التي تناولت هذه السورة المدنية، فهي سورة مدنية عدد آياتها 18 آية، رتبت في المصحف الكريم بين سورة قاف وسورة الفتح. سميت بهذه التسمية لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حرمة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجرات التي كانت تسكنها أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. ومن بين أسباب نزول هذه السورة، جاء جماعة من الأعراب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يسألوه عن حكم من الأحكام أو عن أمر من الأمور، فقالوا له: يا محمد يا محمد، أخرج إلينا. فنزل العتاب لهؤلاء الذين نادوا الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا ولم يتأدبوا في حضرته، فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. إذن هذه الصورة كما قلنا لا بد من التذكير بالشطر الأول من هذه الصورة، فقد تناولت الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مع شريعة الله عز وجل، وتناولت الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع الصورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذن تناولت الأدب مع شريعة الله ومع شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تناولت وحذرت من خبر الفاسق أو من خبر الكاذب، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعلاقة بالشطر يمكن أن يؤدي خبر الفاسق أو خبر الكاذب إلى نشر العداوة والبغضاء بين المؤمنين، ويمكن أن يصل الأمر إلى القتال. إذن هذا ما تناوله الشطر الأول من سورة الحجرات، وسنركز في هذه الحصة إن شاء الله على أهداف هذا المقطع القرآني، فأهداف درس أن يسعى المتعلم إلى الإصلاح بين المتنازعين من المسلمين، ثم أن يدرك قيمة الأخوة الإيمانية، إدراك قيمة الأخوة الإيمانية، وأن يستشعر خطورة آفة اللسان ويحرص على تجنبها. فآفة اللسان، اللسان كما نقول يمكن أن يؤديها أن يكذب، يمكن أن ينافق، يمكن أن يدب، فأن نستشعر آفة اللسان. إذن سنقوم بقراءة الشطر القرآني من سورة الحجرات من آية 9 إلى آية 13، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. وبعد أن نوزع القراءة على المتعلمين من أجل القراءة الصحيحة من أجل تصحيح القراءات بينكم وبين المتعلمين سنتعرف على قاعدة من قواعد التجويد تتعلق بقاعدة المد الطبيعي. وقبل أن نبحث في قاعدة المد الطبيعي لابد من التذكير من القاعدة التجويدية التي مرت بنا في الشرط الأول من سورة الحجرات وهي قاعدة الإخفاء. فمن يذكر بقاعدة الإخفاء؟ من يذكر بقاعدة الإخفاء؟ نعم، فالإخفاء لغة هو الستر من أخفى يخفي، واصطلاحا الإخفاء اصطلاحا ضد الإظهار، أخفى أظهر، واصطلاحا هي النطق بالنون الساكنة بصفة بين الإظهار والإبهار عاري عن التشديد. متى يكون الإخفاء؟ في النون الساكنة، فالنون الساكنة تتعلق القاعدة الإخفاء تطبق على النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإخفاء وهي 15 حرفا جمعت في أوائل هذا البيت. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقل ضع ظالما. بمعنى حروف الإخفاء، الإخفاء يتعلق بالنون الساكنة أو بالتنوين. مثلا إذا جاء حرفا من حروف الإخفاء بعد النون الساكنة أو التنوين نخفي هذا النون الساكنة، نخفي تبقى النون فقط، نخفي ذلك النون. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى أن تحبط أعمالكم. إذا القاعدة تتعلق بالنون الساكنة، لكن حرف الإخفاء هو حرف التاء من حروف الإخفاء، نخفي حرف التاء إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين. أن أحبط، لأن التاء من حروف الإخفاء، وهذا من باب التذكير بالقاعدة التجويدية التي مرت بنا في الشطر الأول من سورة الحجرات. قلنا أن نتعرف في هذه الحصة على قاعدة المد الطبيعي. فماذا نعني بالمد؟ المد قاعدة من قواعد التجويد، المد لغة هو الإطالة والزيادة. يقول الله سبحانه وتعالى وينبئكم بأموال وبنين في سورة نوح، بمعنى يزيدكم ويعطيكم. فالمد لغة هو الإطالة، لكن اصطلاحا الإطالة ماذا في حرف المد؟ في حروف المد، المد اصطلاحا هو إطالة الصوت أو إطالة زمن جريان الصوت بأحد حروف الثلاثة، وهي حروف المد ثلاثة. قلنا هذه كانت حروف إخفاء، لكن الآن سنتعرف على حروف المد ثلاثة. إذا حروف المد ثلاثة، هناك حرف الألف وحرف الواو وحرف الياء. إذا الألف والواو والياء، لكن متى تمد هذه الحروف مدا طبيعيا؟ متى نطبق عليها قاعدة المد الطبيعي؟ إذا كانت الألف مسبوقة بفتحة، إذا جاءت الألف مسبوقة بفتحة وجاءت الواو مسبوقة بضمة وجاءت الياء مسبوقة بكسرة، إذا حروف المد جمعت في كلمة نوحيها حتى تتضح لنا قاعدة المد جمعت في كلمة نوحيها. نرى أن الواو هنا مسبوقة بضمة، الياء من حروف المد مسبوقة بكسرة، ثم الهاء من حروف المد مسبوقة بفتحة. إذا المد سنقوم بتعريف قاعدة المد. المد لغة الإطالة، واصطلاحا
اصطلاحا إطالة الصوت بأحد حروف المد الثلاثة، وهي الألف المسبوق بفتحة، والواو بضمة، والياء المسبوقة بكسر، والياء المسبوقة بكسر. المجموعة في كلمة نوحيها وسنقوم بكلمة بكتابة حروف المد بلون معين. المجموعة في كلمة إذا كتبنا حرف المد بلون معين، نوحيها إذن الآن ستتضح لكم قاعدة المد أكثر فأكثر. فالواو مسبوقة بضمة، الياء مسبوقة بكسرة، الألف مسبوق بفتحة. إذن هذه هي قاعدة المد الطبيعي. والأمثلة في الشرط الذي قرأناه كثيرة ومتعددة، الشرط القرآني الذي قرأناه. إذن قاموس المفاهيم الأساسية سننتقل إلى قاموس المفاهيم الأساسية. سنقوم بشرح المفردات الغامضة في الشرط القرآني. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما. سنقف على كلمة بغت بمعنى ما معنى بغت؟ بمعنى طغت واعتدت. إذا طغت من الاعتداء واعتدت. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ماذا نعني بكلمة تفيء إلى أمر الله؟ بمعنى ترجع إلى الحق وتقبل الصواب. تفي إلى أمر الله ترجع إلى الحق وتقبل الصلح أو الصواب. ترجع إلى الحق الصبح. فقال لي التربية حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذا ما معنى اقسطوا؟ ما معنى القسط؟ واقسطوا بمعنى واعدلوا في جميع أمورهم. واقسطوا بمعنى اعدلوا في جميع أموركم. إذن هذا هو القسط. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. السخرية ما معنى لا يسخر؟ لا يسخر بمعنى لا يستهزئ. لا يسخر السخرية هي الاستهزاء. لا يسخر لا يستهزئ. لا يستهزئ. إذا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمسوا أنفسكم. ما معنى اللمس؟
يلمزوا لا تلمزوا انفسكم، بمعنى لا يحب بعضكم على بعض، اما بالاشاره او بالاشاره اليه بالعين او بالكلام الى غير ذلك. اذن لا تلمزوا انفسكم، لا يحب بعضكم على بعض بالقول او بالاشاره. لا تلمزوا، لا تلمزوا لا يعيب بعضكم على بعض، لا يعيب بعضكم على بعض بالقول او بالإشارة. اذا لا تلمزوا، لا يعيب بعضكم على بعض بالقول او بالإشارة. لا تلمزوا انفسكم ولا تلمزوا بالألقاب. ما معنى تلمس الألقاب؟ في الجاهلية كان الناس يتلمسون بالألقاب. في المدينة المنورة كان الأنصار كل واحد من الأنصار عنده لقب أو لقبين أو ثلاثة ألقاب. إذا كان التلمس بالألقاب معروفا في الجاهلية. لا تلمس بالألقاب بمعنى المناداة بأسماء أو أوصاف قبيحة. لا تلمس بالألقاب، المناداة بأسماء أو أوصاف قبيحة. لا تلمس الألقاب بمعنى المنادات بأوصاف، المنادات بأسماء، عفوا بأسماء وأوصاف طبيعية. لأن الله سبحانه وتعالى يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بعد ما جاء الإسلام حرم التلبس بالألقاب. ولا تلمزوا بالألقاب، قلنا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا تلمزوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم بعضا، يغتب من الغيبة وهي ذكر أخاك بما يكره. إذا لا يذكر ولا يغتب بعضكم بعضا بمعنى لا يذكر أحد أخاه بما يكره في غيبته. الغيبة، الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب لا يذكر بنا لا يذكر أخاه بما يكره أخاه بما يكره، بما يكره. فالغيبة من الغيبة الاجتماعية التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما معنى أتقاكم؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم بمعنى أقربكم، أقربكم منزلة إلى الله سبحانه وتعالى. بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. كما يتبين من ظاهر الايات ان الله سبحانه وتعالى يبين مجموعه من السلوكات التي يجب ان يتجنبها المؤمنون للحفاظ على ماذا؟ الحفاظ على الاخوه الايمانيه. ثم السلوك الذي يجب الحرص عليه في حاله وقوع نزاع بين المؤمنين، لان النزاع بين الانسان طبيعه فطريه، يمكن ان يتنازع
الإنسان المؤمن أو الإنسان الكافر إلى غير ذلك، فهذه طبيعة في الإنسان. يبين الله سبحانه وتعالى في المقطع القرآن من هذا الشرح من سورة الحجرات مجموعة من السلوكات التي يجب أن يتجنبها المؤمنون الحقاء الأخوة الإيمانية، ثم الصلح بين المتخاصمين، الصلح بين المتخاصمين، ولا يجب القتال، ولا يجوز القتال إلا إذا بغت إحدى الطائفتين. فكما يقال بأن هذه الآيات نزلت في قبيلتين من أوس والخزرج كانتا تقاتلان، فنزلت فيهما هذه الآيات. إذن فالله عز وجل يأمرنا بالتدخل للإصلاح بين المتنازعين والعدل للحفاظ كما قلنا على الأخوة الإسلامية. إلى هنا تنتهي الحصة الأولى من هذه من هذا الشطر القرآني. سنقوم بكتابتي مضمون الآيات، المعنى الإجمالي للآيات، وفي سنلتقي إن شاء الله في الحصة الثانية. إذن بعدما تعرفنا على قاعدة التجويد وعلى قاموس المفاهيم الأساسية في الشرق القرآني الذي قرأنا من سورة الحجرات، لابد من استخراج المعنى الإجمالي للآيات التي قرأنا. فالمعنى الإجمالي كما ترون أنه يصب في اتجاه الأخلاق والإصلاح بين المتخاصمين من المؤمنين في حالة وقوع خصام و لا قدر الله اقتتال. إذن يبين الله سبحانه وتعالى السلوكات قلنا التي يجب أن يتجنبها المؤمن الحفاظ على الأخوة الإيمانية. فما هي هذه السلوكات؟ هناك مجموعة من السلوكات التي يجب أن يحافظ عليها الإنسان لكي يبقى متماسكا، لكي يبقى يحافظ على هذه الأخوة الإيمانية. كما مر في الشطر القرآني أن الله عز وجل ينهى عن مجموعة من الأمور، مجموعة من الرذائل الاجتماعية التي تؤدي إلى إفساد الأخوة الإيمانية. من بين هذه الرذائل مثلا السخرية. نرى بأن كثير من الناس في مجتمعاتنا يسخرون من بعضهم البعض، إما لضعفهم أو لقلة حيلتهم أو لفقرهم. فالسخرية هو سلوك مراقب للأخوة الإيمانية. يجب على الإنسان أن يركز على هذا المبدأ، مبدأ الأخوة الإيمانية. فالإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بكرامته. يقول الله عز وجل: كرمنا الإنسان وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلماذا تأتي أنت أيها الإنسان؟ لكي تستهزئ بأخيك الإنسان. ثم هذا من جهة، ثم يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا فاتهم. تاتي الغيبه، غيبه من بين فهي جريمه شنعاء في حق المغتاب الذين اغتابوا. لماذا؟ لان الغيبه كما نرى وسنرى في تحليلنا للشطر الثاني القران الثاني ان الله سبحانه وتعالى حرم الغيبه، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. إذا هذا كله يدخل في إطار ماذا؟ في إطار السلوكات التي يجب أن يتجنبها المؤمنون قلنا للحفاظ على التماسك والحفاظ على الأخوة الإيمانية. ثم سوء الظن إلى غير ذلك من الآفات الاجتماعية. إذا سنقوم بكتابة المعنى الإجمالي للآيات. بيان الله تعالى من يعين على إتمام المعنى الإجمالي للآيات. بيان الله تعالى السلوكات التي يجب أن يتجنبها المؤمنون. بيان الله تعالى السلوكات التي يجب أن يتجنبها المؤمنون للحفاظ على ماذا؟ المؤمنون للحفاظ على مدى الحفاظ على الأخوة الإيمانية، الحفاظ على الأخوة الإيمانية. ثم ماذا أيضا؟ قلنا الحفاظ على الأخوة الإيمانية، ثم السلوك الذي يجب الحرص عليه في حالة وقوع النزاع.
النزاع والسلوك الذي يجب الحرص عليه في حالة وقوع نزاع بين المتخاصمين وهو الصلح أو الإصلاح. إذا هذا هو سبب لكتابة المعنى الإجمالي للآيات أو للشرح القرآني الذي قرأناه وكتبناه إن شاء الله في دفاتر وفي دفتر في دفتر الدروس. وسننتقل إلى حصة ثانية إن شاء الله بعد أن أنهينا هذه الحصة الأولى من سورة الحجرات من الآية 9 إلى الآية 13. وشكرا لكم.